بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فكرة جديدة لاغتنام ليلة القدر. في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، بعد الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح، ممكن نلتزم بورد ثابت من الأذكار بحيث نتأكد أننا أصبنا ليلة القدر. الطريقة التي سأستخدمها شخصيا كل ليلة هي كالتالي: أولاً، سأستخدم تطبيق الباقيات الصالحات المبين بالشاشة، والذي ممكن أن تحمله من على جوجل بلاي. يوجد فيديو لشرح استخدام التطبيق إذا كنت أول مرة تستخدمه. بعد ذلك ندخل على التطبيق كما هو مبين في الفيديو، نختار اللغة العربية عربي. سنجد قائمة من الأفكار، هنختار آخر اختيار الثواب منذ، ندخل عليه، هيفتح لي قائمة من الثواب الذي ستحصل عليه من الأفكار التي ستقولها. مع بداية الليلة سنبدأ ورد جديد، فسنصفر هذا العداد عن طريق الضغط على كلمة جديد. بذلك صفرنا جميع الأفكار التي سنبدأها هذه الليلة. لو اخترنا مثلا ختمة قرآن، سنجد هنا سورة الإخلاص مكتوبة، وتحتها الحديث الذي يبين فضل قراءة سورة الإخلاص، وهو يعدل أنها تعدل ثلث القرآن. فإذا قرأتها 3 مرات وتضغط على العداد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو قرأتها مرة ثانية ومرة ثالثة ثم رجعت للخلف، دخلت على العداد الثواب منذ، ستجد أنك ختمت كأنك ختمت القرآن مرة واحدة. فإذا التزمت بهذا الذكر في خلال 10 دقائق تستطيع أن تقولها 100 مرة. سأريكم فقط، لو قلتها 12 مرة سنجد أن هنا 5 ختمات للقرآن. بذلك إذا التزمنا ورد محدد من الأفكار كل ليلة، وليكن مثلا 10 مرات، كل ذكر من هذه الأذكار 10 مرات أو 20 مرة أو 50 أو 100 على حسب الاستطاعة. إذا قلت قل هو الله أحد 100 مرة، هذه 33 ختمة. فإذا كانت ليلة القدر ربنا يتقبل منا ومنكم، ستكون 33 ختمة في ليلة القدر. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.